الباب المئتان. باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشيخ الألباني: لكنه شاذ بلفظ 2، والمحفوظ بلفظ 4 ركعات، وبيانه في ضعيف أبي داود.